الطالب بمركز المتميزين بتخليه يتمتع بشخصية باحث ناقد قادر على طرح وحل المشكلات بمنهجية. على الصعيد الشخصي أنا كتير استفدت من دراستي بالمركز الوطني المتميزين، خلتني أتمكن من اجتياز اختبارات القبول بجامعة سكولتك. هيئة التميز والإبداع والمركز الوطني للمتميزين يتقدمان بالتهنئة للطلاب الناجحين بشهادة التعليم الأساسي، ويرحبان بهم للانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين. يشترط بالمتقدمين أولاً أن يكونوا من الطلاب السوريين أو من في حكمهم ممن لم يتجاوزوا 16 عاماً بتاريخ 1/1/2020، ومن الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي في مدارس الجمهورية العربية السورية عام 2020، أن لا يقل معدل الطالب عن 85% بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم، حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين ب2، ثم يحسب المعدل النهائي أي ما مجموعه 3485 من 4100. تقدم الطلبات في مديريات التربية بالمحافظات ما بين 10 من آب ولغاية 27 من آب 2020. لمعرفة تفاصيل أكثر عن المركز الوطني للمتميزين زوروا الرابط www.ncd.sy. تميز مسؤولية، أنت أداه.